إلينا الآن مراسلينا، معنا من باب العمود مراسلنا نضال كنعني، ومن غزة مراسلنا محمد المشهراوي. محمد المشهراوي، أبدأ معك. قبل ساعة عندما تحدثنا إليك كانت الصواريخ ما تزال تنطلق من غزة، وأيضا كان في قصف إسرائيلي مستمر. هل تغير المشهد؟ المشهد على حاله، غارات إسرائيلية متواصلة يوسف على قطاع غزة، وتوقع معها مزيدا من الضحايا. عدد الإصابات ارتفع إلى أكثر من 75 وفق الأرقام الرسمية، وعدد القتلى حتى الآن وصل إلى 21 فلسطينيا قضوا في هذه الغارات، من بينهم 3 أطفال، ومعظم الضحايا في الغارة على بلدة بيت حنون هم من عائلة واحدة. القذائف الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة باتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع أو حتى التي تبعد عنها بضعة كيلومترات لا تزال تتواصل من حين لآخر. نسمع صوت هذه الرشقات، ويقابلها محاولة من قبل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لاعتراضها، مما ينتج عنه أصوات انفجارات كبيرة تهز أرجاء القطاع. ونشاهد من وقت لآخر عمليات اعتراض هذه الصواريخ. كذلك الفصائل الفلسطينية من وقت لوقت ترسل بمزيد من رسائل التهديد لإسرائيل، وتتوعد باستمرار إطلاق مثل هذه القذائف في حال استمرت مسببات إطلاقها من حيث استمرار الاعتداءات على الفلسطينيين في مدينة القدس. أتحدث إليكم ونسمع مزيد من هذه الانفجارات وعمليات إطلاق القذائف الصاروخية ومحاولة اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية. هنا في القطاع تخوفات حقيقية من تدهور الوضع الإنساني أكثر فأكثر مما هو عليه الآن بسبب ازدياد الضغط على المنظومة الصحية المتداعية والمتهالكة أصلا نتيجة سنوات الحصار والإغلاق الإسرائيلي، وما نتج عنه أيضا من إرهاق لهذه المنظومة بعد الارتفاع الكبير لإصابات ضحايا كورونا في القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية. أيضا إسرائيل شددت من خناقها وحصارها المفروض على القطاع في الساعات الأخيرة من خلال إغلاق معبر كرم أبو سالم، وهو المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة، وأغلقته حتى إشعار آخر كما أعلن الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى إغلاق البحر أمام عمل الصيادين الفلسطينيين ومنعهم من النزول إليه، بل وملاحقتهم وطرد المراكب الفلسطينية التي كانت تمارس عملها في عرض البحر قبالة شاطئ قطاع غزة. علاوة على ذلك إغلاق المنفذ أو حاجز بيت حنون إيرز، وهو الممر الوحيد الإنساني لعلاج المرضى الذين يتنقلون عبره إلى مشافي الضفة الغربية. هذا المعبر الآن وهذا الحاجز تحديدا مغلق بشكل كامل أمام الحالات الإنسانية والمرضية، هو أطباق للحصار والإغلاق الإسرائيلي الذي يزيد من مخاوف الفلسطينيين وحتى المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع من تدهور الوضع داخله. أتحول إلى نضال كنعنة في باب العمود. نضال، هل هدأ الوضع هناك؟ المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في حي الشيخ جراح وفي ساحات الأقصى؟ نعم يوسف، هنا على الأرض خفت حدة المواجهات بعد ساعات من القمع المتواصل للشبان الفلسطينيين هنا في منطقة باب العمود وعموم محيط البلدة القديمة في القدس. في المسجد الأقصى تم تفريق المصلين بعد انتهاء صلاة التراويح على يد شرطة الاحتلال التي استخدمت قنابل الصوت والرصاص المطاطي. الآن ووفقا للأوقاف الإسلامية تم إغلاق بوابات المسجد الأقصى من قبل شرطة الاحتلال لمنع دخول المصلين والمعتكفين إلى الحرم، حيث تهدف شرطة الاحتلال إلى تقليل أعداد المصلين الذين يتواجدون داخل الحرم. عمليا الآن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانس ورئيس هيئة الأركان وقادة الأجهزة الأمنية، رئيس الشباك، رئيس الموساد ومستشار الأمن القومي. نتنياهو يجري هذه المباحثات للوصول إلى قرار حول مستقبل وتطوير العمليات ضد قطاع غزة. وفقا للجيش الإسرائيلي الغارات مستمرة كل الوقت على القطاع، كل فترة يقوم الجيش الإسرائيلي بتحديث الأهداف.
الأهداف التي تم قصفها من قبل سلاح الطيران الإسرائيلي وفقا للجيش. تم استهداف مقار أمنية تابعة لحركة حماس ونفقا عسكريا تابع للحركة، إضافة إلى منصات لإطلاق الصواريخ موجودة تحت الأرض في المدن الإسرائيلية في تل أبيب وفي المدن القريبة من تل أبيب. تم الإعلان عن فتح الملاجئ تحسبا لوصول الصواريخ إلى هذه المدن. أيضا في محيط قطاع غزة سيلغى التعليم وتلغى الحياة العامة تقريبا، يمنع التجمهر خارج المباني احتياطا لوصول الصواريخ إلى هذه التجمعات السكانية. أشكركما مراسلانا في من باب العمود، كان معنا مراسلنا نضال كنعنة، ومن غزة مراسلنا محمد المشهراوي.